حيول جل مغمراتي يا حي مركب الذلايل. الغاي وعرض الغاي، تهانينا تهانينا من العماق للسيد ناصر بن علي بن حمد النعيمي، تهانينا ايضا الحامد بن علي النعيمي، وتهانينا البو ناصر على هذا الفوز، على هذا الاداء المميز. دلما في المركز الثاني 13 دقيقة وثانيتين ثمان اجزاء من الثانية، تهانينا للسيد سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي، والذي وصلت في المركز الثالث. المركز الثالث نشوف ناخذ اللي في المركز الثالث. هوايل على المركز الثالث 13 دقيقة 14 ثانية بالتمام، تهانينا للسيد علي بن حمد بن علي بن مجارح المري، تهانينا للجميع على هذا الأداء المميز مع سن الثنايا لأبناء القبائل، تهانينا والناموس. شاهدينا الكرام متابعي محبة، وها هي انطلاقة شوطنا الثاني. شكرا للزميل أنا أيضا والأب الروحي سالم بن سعيد بن حضيرم على التواصل في الشوط الأول الرئيسي للمحليات الأصايل، وها هي انطلاقة شوطنا الثاني والخاص أيضا بالرئيسي للمهجنات الأصايل لسن الثنايا البكار، ونسير معكم لمسافة 8 كيلومترات التي نتابع منها هذا الانطلاق ونتابع منها هذه التحديات. لغزي للعبد الله بن محمد بن سالم بن دحيفس الشامسي من تنطلق على الصدارة وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. هنا تأتي أم غذية لناصر بن علي بن حمد النعيمي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث والمنطلقة دفرة حمد بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري من تأتينا بهذه الانطلاقة على المركز الثالث والمركز الرابع. المركز الرابع وسعار بمصر من الجانب الآخر المنطلقة، هنا عسيلة مصر بن سالم بن مصر بالقوبعة المنصوري، وعلى المركز الخامس. المركز الخامس تأتينا هنا الدانة لراشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري المنطلقة بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل هنا، والتحديات والإثارة. المركز السادس، نتابع سادس المراكز، وهنا سياسة لمحمد بن أحمد بن يعان الظاهري المنطلقة هنا بتحديات سادس مراكزنا. المركز السابع وتاتي سيدة عبد الله بن مبارك الماضي هنا منطلقة على المركز السابع، وفي المركز الثامن نتأخر وناخذ ثامن مراكزنا. والانطلاقات والتحديات تاتي دارين فهيد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي، ومن الجانب الاخر المنطلقه هنا في هذا الاداء رهف خليفه بن محمد بن سيف بن حسين العليلي من تاتينا على المركز التاسع، وهنا شعار ايضا ياتي بهذا الانطلاق وشعار بن بدر المنطلقة بهذه الانطلاقات والتحديات. هنا أيضا سيف بن حميد بن بدر العليلي المنطلقة بهذا التحدي والأداء المميز المايدية منطلقة بهذا الأداء. نعم سيف بن حميد بن بدر العليلي هي المنطلقة بهذه التحديات وبهذه الإثارة، وأرى شعار هنا بدبية القادم مع الوضيحية لسالم بن محمد بن سعيد بدبية العفاري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، ذعناها على حضارتكم في أول نداء خلال مسيرتنا للأشواط المنطلقة، الأشواط المتحدية الباحثة عن الفوز وعن الناموس بهذا الانطلاق وتحديات هذا الصباح وهذه التظاهرة الصباحية المتميزة. نعود عند الغزيل
على الصدارة لغزيل على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط لغزيل عبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي من تسيطر على ذمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة والمركز الأول. المركز الثاني انفذي من تأتي على المركز الثاني هنا بانطلاقة ناصر بن علي بن حمد النعيمي من تأتينا على المركز الثاني بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. من الجانب الآخر عسيلة تأتينا على المركز الثالث عسيلة وتتسلل إلى المركز الثاني بشعارب أحمد المنطلقة بهذا الأداء الجميل هنا باسم مسفر بن سالم بن مستر بالقوبع المنصوري من يقدمها بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. المركز الثالث تأتي دفرة حمد بن هزيم بن محمد بن هزيم المسافري هنا تنطلق على المركز الرابع وخامس المراكز المركز الخامس والمتسللة من الجانب الآخر سيدة عبد الله بن مبارك بن مبارك الماضي هنا من تأتينا بهذه الانطلاقة وبهذا الأداء الجميل بينما المركز السادس المركز السادس وصل الدارين فهيد بن محمد بن فهيد بن بجان العجمي يقدم لنا دارين على المركز السادس. المركز السابع دانا راشد بن سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري والمركز السابع المركز السابع والمنطلقة سياسة محمد بن أحمد بن يعان الظاهري من يقدمها على المركز السابع بهذا الانطلاق والتحدي. هنا الجميل بهذه الانطلاقة أو المركز الثامن هذا الأداء الجميل تاسع مراكزنا عندك يا المدهوشي من غيرت بهذه اللحظات بهذه الانطلاقة هنا السليمانية محمد بن حمد بن سالم المدهوشي وتأتي لوضحية لسالم بن محمد بن سعيد بن جبية العفاري على المركز هنا العاشر. هذه هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في مسيرنا وبدايتنا لحزام الغابات بهذا الانطلاق والتحدي. بدينا هنا نعود إلى حزام الغابات بهذا الانطلاق والتحدي الجميل وصدارة هذا الشوط والغزيل الغزيل الغزيل تلعب على الصدارة وعلى المقدمة. عبد الله بن محمد بن سالم بن دعيفس الشامسي هي المنطلقة على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول. عسيلة تأتينا في المركز الثاني مسفر بن سالم بن مستر بالقوبع المنصوري وعلى المركز الثالث دارين على المركز الثالث فهيد بن محمد بن فهيد بن بشان العجمي من تأتي بهذا الانطلاق وعلى المركز الرابع. المركز الرابع هنا تأتينا بهذه الانطلاقة انفذية هنا لناصر بن علي بن حمد أو مغذية لناصر بن حمد النعيمي هنا ناصر بن علي بن حمد النعيمي يقدم مغذية بهذا الانطلاق والتحدي والوصول هنا القادمة بهذه الانطلاقة السيدة عبد الله بن مبارك بن مبارك الماضي هنا المنطلقة بهذه التحديات الجميلة وهذا الأداء الجميل الله الله خماسية جميلة تنطلق هنا بهذه التحديات مع بعد المغادرة للثلاثة كيلومترات وزاوية الاتجاه والالتفاف الأخير لهذا المضمار وصلت لوضيحية سالم بن محمد بن سعيد بن دبية العفاري هنا المنطلقة على المركز السادس والمركز السابع السليمانية محمد بن حمد بن سالم المدهوشي من يأتي مع السليمانية بهذا الانطلاق والتحدي على المركز السابع والمركز الثامن. المركز الثامن هنا سياسة محمد بن أحمد بن يعان الشامسي والمركز التاسع المركز التاسع وشعار بن كليب مع الكايدة مهير بن علي بن راشد بن كليب لكتب الشعر يقدمها هذا الانطلاق والوصول من المايدية سيف بن حميد بن بدر العليلي المنطلقة بهذا الأداء وأراء اسم جديد يتدخل التماس هنا المنطلقة سعيد بن مبارك بن سالم بن راشد العمري من ينطلق بهذا الأداء الجميل ولكن أعود إلى الصدارة أعود بعد 2 كيلومترات ومدرج الهبوط إلى المنصة الرئيسية إلى الفوز وإلى الناموس
هنا الصدارة والمقدمة والغزيل على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور عبد الله بن محمد بن سالم بن العفيس الشامسي، تأتينا على المركز الثاني هنا العسيل مصر بن سالم بن مصر بن قبعة المنصوري والقادمة الوضيحية من الجانب الآخر، هنا لسالم بن محمد بن سعيد بن دبية العفاري والكايدة مهجر بن علي بن راشد بن كليب لكتبي ودكتور الأصايل يقدم لنا ماسة في هذه اللحظات بشعاره ماسة عبد الله بن أحمد بن خليفة بن حميدان الفلاسي، يقدمها مشاهدينا الكرام الدكتور بهذا الانطلاق والأداء. سادس مراكزنا تأتي التماس سعيد بن مبارك بن سالم بن راشد العمري هنا المنطلقة على سادس المراكز والمايدية للسيف بن حميد بن بدر العليلي المنطلقة هنا على المركز السابع المركز الثامن المركز الثامن بأول لدى هنا معارك القادمة معارك محمد بن السيل بن عويضان العامري يقدم لنا معارك بحمد في أول نزاعة هذه اللحظات بهذا الانطلاق والأداء. وهنا القادمة على المركز التاسع المركز التاسع الدانة في المركز التاسع والمنطلقة بهذا الأداء لراهل بن سعيد بن عبيد الحميري والمركز العاشر هنا تأتينا بهذه الانطلاقة هنا المنطلقة بهذا الأداء الجميل أحمد بن مطر بن مايد لخيالي وأعود إلى الغزيل من البداية وهي على الصدارة على المقدمة مع 800 متر الأخيرة لغزيل عبد الله بن محمد بن سالم بن عفيس الشومسي والوضيحية الوضيحية من الجانب الآخر هنا بدأت تتسلل سالم بن محمد بن سعيد بن دبية لعفاري المنطلقة بهذا الانطلاق والتحدي الجميل والكايدة الكايدة مهير بن علي بن راشد بن كليب لقتبي وماسة ماسة عبد الله بن أحمد بن خليفة بن حميدان الفلوسي على المركز الرابع ولكن لغزيل أصاها قوس لا زالت بدأت الأوامر في هذه اللحظات بدأت تنطلق بهذا الأداء الجميل والتحدي هنا لغزيل قامت راس وهي بعرض جميل الوضيحية تحاول لغزيل والوضيحية في صراع لليل الفوز هو الناموس وأول أشواط المهجنات من يبغي اللقاء من يبغي اللقاء ايضا مع زميلنا سالم خليفة هنا يتابع هذا الانطلاق الله الله والتحديات الجميلة يا سلام ولكن لوضيحية 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 سلام مصانع الجنوب سلام سلام لسالم بن محمد بن سعيد بن دبية لعفاري تهانينا الحمد بن محمد بن دبية لعفاري وايضا من تابعها نايف الزرعي بهذا الانطلاق ولحظة الوصول المركز الثاني لغزيل عبد الله بن محمد بن سالم بن عفيس وتأتينا هنا معارك محمد بن سالم رمضان العامري وهناك المايدية لسيف بن حميد بن بدر العليلي من حلت بهذا الانطلاق والكايدة هناك المهجر بن علي بن راهب الكليب الكتبي من حلت على المركز الخامس هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام للخمسة المراكز الأولى بهذا الانطلاق والتحدي الجميل نتابع هنا المعركة نتابع لحظة وصول الوضيحية من أعلنت الفوز والناموس ب 12 دقيقة 51 ثانية جزء واحد من الثانية توقيت الزمني تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل هنا لسالم بن محمد بن سعيد بن دبية العفاري بينما المركز الثاني وصلت هنا بالانطلاق لغزيل عبد الله بن محمد بن سالم بن عفيس الشامسي 12 دقيقة 52 ثانية ثلاثة من الأجزاء من الثانية أما المركز الثالث فكانت التحديات والإثارة شاهدينا ومتابعينا الكرام ولحظة الوصول هنا إلى خط النهاية بهذا الانطلاق هو التحدي الجميل هنا وصلت معارك محمد بن سعيد بن عويضان العامري ب 12 دقيقة 55 ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية تهانينا والناموس بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحول الكريم أيها المتابعون جميعا أحييكم بأجمل تحية صباحية من هنا من أرضية هذا الميدان